يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الدعاة في وقتنا لكن قليلا منهم من يدعو إلى التوحيد والعقيدة، فهل من لم يدعو إلى التوحيد يعد مخالفا للرسل فيحذر من دعوته؟ يحذر، نعم، الذي لا يدعو إلى التوحيد يقول ما هو بلازم التوحيد، ويحذر من الذنوب والمعاصي والربا والزنا وما أشبه ذلك، هذه دعوة ليس لها رأس، مثل الجسم الذي ليس له رأس. هل الجسم بدون رأس يكون حيا؟ لا، ميت، هذه دعوة ميتة ولا فائدة من ورائها، وهذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أول ما يبدأون بالتوحيد، فإذا تقرر التوحيد وتحقق التوحيد صاروا يعلمون الناس أمور دينهم. إن يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، إنهم أجابوك لذلك، أما ما أجابوا ما في فائدة، لو صلوا الليل والنهار ما في فائدة. وكل دعوة لا تهتم بالتوحيد فهي دعوة ميتة ولا تنتج شيئا أبدا. نعم.